من الشيخ محمود عامر. شيخ محمود، سكينكم أبشع من سكين عادل عسلية التي ذبحت المواطن المسيحي. سكين الشيخ محمود عامر أيضا تصدر فتاوى متعلقة بتحقير المسيحيين واضطهادهم والتعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. تفضل. أنا اللي يعنيني في الموضوع زي ما ذكرت، أنا لا أختلف معك ومع من مع صبري عبادة ومع ميزو فيما قالوه، ولا أتفق معك إلا في الحادث فقد البشع الذي لا توجد فتوى كما يقول أحد اللي تعلقوا، ولا يوجد أي حكم شرعي ثابت، وإحنا تعلمنا السلفية من مصادرها ومن أحمد شاكر ومن غيره وما شفناش الكلام ده، والحمد لله نحن نعيش سلفيتنا منذ سنوات طويلة ولم يثبت. وأنا قلت لك الكلام ده في أكثر من حلقة عندك، لم يثبت قضائيا. ما أنت بتقول الكنيسة جارة لنا، لكن في نفس الوقت سبحانك يا ربي أنت يا راجل لا تطبق قواعد الجيرة، ما بتهنهمش وتدعو الناس لعدم تهنئتهم. أنت جالك فاروق جوهردة وبرضه قال لك ما يصحش تجيب واحد جاهل يتكلم في الإسلام، وبرضه مصر وسريع وعمال تعارضني، ما تسيبني نكمل للناس. والله الحقيقة يا شيخ محمود بقينا مش عارفين مين الجاهل، يعني الكل يتهم البعض بالجاهل. أنت عايز لو أنت عايز أنا مستعد أجيلك بعيد عن الهوى بعيد، وهنجيب لك المراجع السلفية. أنا هختم لك بحاجة واحدة لا الحقيقة يعني عفان الله عن سكاكينكم يا شيخ محمود. تفضل. طيب ماشي برضه. الميزو اللي هو بيقول لك ما فيش ايات في القران، يقول الله عز وجل ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. ما هو برضه هتعيد الفتاوى اللي انا بقول لك اللي انا بقول لك يا جاهل مش فتوى يا جاهل ايه ده؟ طب يعني طب انا هتحدث مع حامل سكاكين زيك ازاي؟